بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي الأزهري، مع حضراتكم علي سلطان بدر وشهرتي أيمن بدر وإنجليش تيتشر. تعالوا إن شاء الله النهاردة ندربكم على بعض نماذج الامتحانات الأزهرية من خلال ملحق كتاب المعاصر بيج 20 صفحة 20. السؤال الأولاني يا حبايبي بيبقى دايما سؤال الليسنينج، بيقول listen and choose the correct answer. ونصيحتي لحضراتكم ان انت الاول تقرا الاسئله وبعد كده تسمع من المعلم عشان خاطر تمشي معاه. فمثلا نمبر 1 بيقول ايه، when children الاطفال begin to speak يتحدثون، they will make different هيعملوا different ايه، noises ولا sounds اصوات ولا noises ضوضاء ولا verses. نمبر 2 with messaging children use يعني مع الرسائل الاطفال بيستخدموا ايه، ايموجيز ولا انجويمنت ولا انجري ولا امبلوي. نسمع كده ونعلم. The language of messaging doesn't require formal rules. Different sounds are produced when children begin to speak. Emojis are also used in the language of messaging. يبقى الإجابة نمبر 1 هتاخد B ونمبر 2 هتاخد A. Choose the correct answer. نمبر 1 بير 4 اللي رقم B means the same as معناها زي A do an action يعني يعمل عمل. نمبر 2 Thanksgiving يعني عيد الشكر is a day هو اليوم when families get عندما الأسرة get together يعني يتقابلون. Number 3 the farmer الفلاح keeps يعني يربي a lot of يعني كثيرا من livestock livestock للمشية such as goats and زي الجوتس اللي هم الماعز and sheep الخرفان. Number 4 people who use messaging language الناس الذين يستخدمون لغة الرسائل are actually language طبعا innovators اللي مبدعين او مخترعين لرقم ايه. Number 5 I shouldn't have downloaded يعني كان لا يجب أن أنزل that program. Now I have a virus دلوقتي أنا عندي virus on my laptop في اللابتوب بتاعي. Number 6 My mother always يعني دائما has a headache. طيب أنا عايزك تحط الخط تحت كلمة always دي، has a headache يعني أمي دايما بتعاني من الصداع. If she uses اللي رقم دي her mobile a lot ليه؟ لأن دي حقيقة. طب يعني إيه يا أستاذ؟ يعني دي حالة إيه؟ دي حالة صفرية يعني بعد if مضارع بسيط والتاني أهو أدهولك اللي هو has a headache ده مضارع بسيط لأن have أو has لما يجي بعديهم اسم يبقى ده مضارع بسيط. Number 7 My grandfather is the older of the two men يعني جدي هو الأكبر بتو من، يا ريت تحط لي خط تحت كلمة تو من لأن القاعدة بتقول عندما نجد شخصين أو شيئين أو كلمة تو نختار الصفة اللي فيها إي آر أو مور أو ليس. طبعا إحنا عندنا الصفة اللي فيها إي آر. نمبر 8 ذا بلايرز تشيك، تشيك يعني يفحص زير هارتس القلوب بيفور زي وير ألاود. ركز معايا كده، حط لي خط تحت زي وير ألاود. وير ألاود اللو يعني يسمح تو بلاي. طبعا يبقى الإجابة يا جماعة رقم C had to. ليه؟ أول حاجة دايما يولاد درس الضرورة وعدم الضرورة بنركز سياق الجملة ماضي ولا مضارع. فأنا الوقت لما لقيت الجملة ماضي هناخد had to. سؤال المحادثة يا جماعة supply the missing parts in the following dialogue. كده نوها كانت بتتكلم مع سهى فبتقول لها to the institute library يعني إلى مكتبة المعهد. يبقى السؤال إيه؟ أين أنت ذاهبة؟ أين يعني where are you going؟ Where are you going؟ فنوها قالت لها why are you going there؟ انت رايح هناك تعمل ايه؟ فردت قالت لها to borrow some books لكي استعير بعض الكتب. فسألتها قالت لها why do you want these books؟ طب انت عايز البوكس ديت ليه؟ الكتب ديت ليه؟ فقالت لها to do a research. research يعني بحث. فقالت سألتها سؤال قالت لها yes you can come with me. طبعا يا جماعة لما بنلاقي yes أو no معناه أن السؤال بيبدأ بفعل مساعد أو ناقص يعني نجري عملية المقص. وهنا لازم نبقى حافظ التحويلات دي كويس، I أو we تحول إلى you
و I am تحول إلى are you و I was تحول إلى were you و my تحول إلى your و me اللي هي مفعول به تحول إلى you. فهنا بتلاقي yes you can come with me، يبقى جت لها إيه؟ can I come with you. سؤال القطعة يا جماعة reading comprehension بيقول إيه يا جماعة؟ In our school project، project عن المشروع، next week we will be looking at healthy food، يعني الطعام الصحي. I have already started to research، research يعني يبحث، information معلومات about something، شيء ما، called superfood. It can stop you from aging، إنه يمنعك من الشيخوخة. And even make you ويجعلك more intelligent. It's also believed that if you eat superfood لو انت اكلت الطعام ده هو it can protect you from getting من الحصول serious illnesses يعني أمراض خطيرة such as heart diseases يعني أمراض القلب. However some scientists بعض العلماء say that some of this information يعني بعض من هذه المعلومات information is not true يعني ليس صحيحا. People who want to be healthy الناس الذين يريدون أن يكونوا بصحة جيدة should have all types of food يعني كل أنواع الطعام especially وخاصة the fresh ones اللي هي الطازجة. People shouldn't rely on يعني يعتمد على super food to stay healthy. Should they؟ طيب السؤال الأولاني what diseases can superfood stop you from getting يعني ايه الامراض اللي الطعام ده هو السوبر ده هو هيمنعك انك تحصل عليها. طبعا heart diseases اللي امراض القلب. Number two what should healthy people have الناس اللي صحتهم جيدة طبعا يا جماعة يتناولوا ايه all types of food يعني كل انواع الطعام especially وخاصة the fresh ones. Number three what does the underlined word relay on mean ما معنى كلمة relay on it means depend on يعني يعتمد على. Number four the word aging means معنى كلمة aging طبعا رقم C getting old يعني يتقدم في العمر. Number five if you eat superfood it can make you more يعني تجعلك أكثر إيه طبعا intelligent اللي رقم B. شوف النوفل يا جماعة. King Lear decided يعني قرر to give Cordelia نيد كورديليا nothing يعني حيد بنت كورديليا لا شيء. Number two the criminal المجرم tried يعني حاول طبعا رقم B disguise يعني يتنكر himself so the police wouldn't recognize him يعني يتعرف عليه. حبايبي طلبة الصف الثاني هتكتبوا باراجراف من 100 كلمة عن A the person you admire most الشخص اللي انت معجب به كثيرا. أنا إن شاء الله هندربكم ونزل لكم كمية كبيرة إن شاء الله في مختلف الموضوعات بإذن الله. تعالي كمان الترانزليشن body language. Language يعني اللغة has a great impact. Impact يعني تأثير on transmitting يعني نقل messages. Facial expressions. Facial يعني وجهي expressions يعني تعبيرات and eye movements الحركات are important يعني مهمة. يبقى على بعضها هنقول إن لغة الجسد لها تأثير عظيم على نقل الرسائل وتعبيرات الوجه وحركات العين هامة. كلنا نخطئ ولكن معظمنا لا يعرف كيف يستفيد من أخطائه. يبقى we all make mistakes but most of us don't know how to benefit يعني يستفيدوا from their mistakes يعني من أخطائهم. تعالوا نشوف النموذج الثاني الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية القسم العلمي بيج 22. تعالوا زي ما قلنا في أول سؤال بيبقى سؤال الاستماع عايز حضرتك تقرأه الأول قبل ما تسمع معلما. The population of Egypt يعني عدد السكان في مصر is يا ترى decreasing ولا stopping ولا declining ولا increasing. Number two we must have يعني يجب كل لدينا new space to create يعني لخلق أو الإبداع new jobs وظائف for youth للشباب. هل projects ولا objectives ولا subjectives ولا details. بيقول يا جماعة in Egypt the problem of population is a big one.
few jobs and rare opportunities for work are found as the number of people is increasing all the time. So we must have new projects to create more opportunities. يبقى يا جماعة number one هتاخد D و number two هتاخد A. نشوف السؤال بقى يا جماعة بتاع choose the correct answer. Number one, some of my friends, بعض أصدقائي, are going to take, يعني يأخذ اللي رقم C, a first aid course, يعني فترة دراسية في الإسعافات الأولية. Number two, did your brother, يا جماعة أنا قايل لكم ساعة ما تلاقي do أو does أو did في درس الضروري نختار إيه؟ طبعا المغمض كده have to اللي هي رقم B. Pay a fine يعني يدفع غرامة. When the police stopped يعني عندما البوليس أوقفه. Number three, it's preferable يعني من المفضل that we reduce يعني نقلل the amount اللي رقم دي كمية of energy الطاقة we use at home التي نستخدمها في المنزل to help the environment اللي هي البيئة. Number four, Mount Everest اللي قمة جبل إيفرست is the highest mountain هي أعلى جبل on earth على الأرض. Number five, the doctors are worried يعني قلق as the man has a severe illness. Severe يعني قاسي أو شديد و illness يعني مرض. Number six, I asked أحمد أنا طلبت من أحمد not to make noise ألا يعمل ضوضاء in the library في المكتبة. احنا قلنا في الجملة الأمرية بنربط بتو زائد المصدر لما يبقى أمرا جيدا و not to برضو زائد المصدر لما يبقى أمرا سيئا فهنا طبعا إيه أمر سيء. Number seven, it took me يعني استغرق مني about 10 minutes 10 دقائق to download يعني ينزل the video الفيديو from the web page. Number eight, I shouldn't have downloaded كان لا يجب أن ننزل that program هذا البرنامج. Now I have a virus أنا عندي virus on my laptop على اللابتوب بتاعي. Supply the missing parts in the following dialogue. فريد meets his neighbor علي outside his house يعني فريد بقابل جاره علي خارج المنزل. فقال فريد بكل علي ايه good evening وقال له سأله سؤال قال له I am going to a doctor يعني أنا ذاهب إلى الطبيب. يبقى قال له ايه بالعربي أين أنت ذاهب أين يعني where ونعمل عملية المقص يعني نقدم اللي كلمة am خلال are you يبقى where are you going. فسأله سؤال تاني قال له I have always got a headache أنا دايما عندي صداع. يبقى السؤال ايه هيقول له what's wrong what's the matter what's up أي واحدة من دول صح يعني ايه المشكلة في ايه. فقال له do you take exercise هل انت تتمرن or have good weekend أو تقضي أسبوع في نهاية أسبوع جيد. قال له no I don't I am busy in my job أنا دايما موجود في وظيفتي. فهنا حد النصيحة بقى هيقول له you should do exercise يعني يجب أن تتدرب regularly يعني بانتظام. فقال له thanks for your advice يعني أشكرك على النصيحة. طيب تعالوا نشوف يا جماعة reading comprehension سؤال القطعة بيقول إيه يا جماعة there are unusual يعني غير معتاد phenomena يعني ظواهر such as يعني مثل lightning اللي هو البرق and droughts اللي هي الإيه الجفاف the lightning اللي هو البرق occurs يعني يحدث when thunderstorms يعني العواصف الرعدية form تتكون in clouds في السحب. This contain يعني يحتوي على drops يعني قطرات of water من الماء and fragments يعني قطع of ice which rub يعني يحك and hit يصطدم to form لكي تكون electricity اللي هي الكهرباء which travels through التي تنتقل خلال the air الهواء causing lightning اللي بتسبب البرق the temperature of lightning يعني درجة حرارة البرق can be hotter يعني أكثر حرارة than that of the sun من حرارة الشمس a drought occurs يعني الجفاف بيحدث when not enough rain يعني مطر falls يسقط it happens إنه يحدث when the weather is hot طقس حار
and water is evaporated. Evaporate يعني تبخر. In a dry area, dry يعني جاف, area يعني منطقة, of land. Droughts can cause, يسبب damage يعني تلف, of crops المحاصيل, famine يعني المجاعة, diseases الأمراض, and wildfires والحرائق. Number one, what are the causes of droughts؟ يعني ما هي أسباب الدراوتس؟ طبعا يا جماعة قلنا droughts occurs when not enough rain falls. It happens when the weather is hot and the water is evaporated in a dry area of land. Number two, mention three effects of droughts. طبعا يا جماعة ثلاث تأثيرات. طبعا اهو في الآخر اهو, cause damage of crops, famine, diseases and wildfires. Number three, according to the passage, how is electricity formed? يعني كيف تتكون الكهرباء؟ طبعا يا جماعة في السطر الثاني كده قال لنا ايه, fragments of ice which shrub and hit to form electricity. Number four, lightning اللي هو البرق, happens يعني يحدث, when thunder storms form in clouds يعني عندما تتكون في السحب. The underlined word that, كلمة that refers to بتشير لإيه يا جماعة؟ طبعا رقم إيه, the temperature of the sun. نيجي للسؤال بعد كده يا جماعة, القصة اللي بتاعت كينج لير. Number one, King Lear has three. هو كينج لير كان عنده ثلاثة إيه؟ طبعا daughters اللي رقم بي يعني بنات, أبنائه يعني البنات. Number two, the king fired يعني فصل the employees الموظفين who are unable to carry, unable يعني غير قادر, to carry أن ينفذ, carry out their duties اللي الواجبات اللي عليهم اللي رقم C. السؤال اللي بعد كده سؤال الباراجراف, هتكتب 100 كلمة عن your life so far, what are your wishes and regrets يعني ايه أمنياتك والأشياء اللي ندمت عليها في حياتك إلى حتى الآن. إن شاء الله هنوفر لكم يعني كمية كبيرة خلاص التدريبات عليهم بإذن الله. Translation, the immune system is made of cells, خلايا, organs, أعضاء, in our bodies, أجسامنا, working together, تعمل سويا, to protect, يعني يحمي, us from infections, العدوى, and diseases, الأمراض. يبقى نقول يتكون الجهاز المناعي من خلايا وأعضاء تعمل سويا لكي تحمينا من الأمراض والعدوى. النموذج الثالث, الإدارة المركزية بالقليوبية, القسم الأدبي. بس أنا عايز يعني إخواتي ذاكروا كله يعني, ما عدا الاختلاف ما بين العلمي والأدبي إيه, هنا في نوفل وفي إسلامك سيليكشن بس, أما الباقي زي بعضي. السؤال الأولاني هو سؤال الليسنينج, نقرأه الأول قبل ما نسمع المعلم ونحاول أن أنا نترجم كده وأفهم الكلام. according to يعني وفقا لي, according to the text اللي هو النص, most of us know, يعرف, what we need, ما نحتاج, to stay, لكي نظل ايه, يا ترى health ولا healthy ولا wealthy ولا wealth. number two, heart experts هم الخبراء, agree that athletes الرياضيون must get يعني يحصل على special يعني خاص examination, فحص, يا ترى heart ولا mind ولا brain ولا stomach. نشوف بقى يا جماعة, نقرأ كده ونسمع من المعلم كويس. Health is more important than wealth. Most people should stay healthy. Also, heart experts agree that athletes must get special heart examination. يبقى number one هناخد B ونمبر two هناخد A. شوف السؤال اللي بعد كده يا شباب. Number one, an infection, العدوى, is a disease, مرض, caused by a virus or bacteria, متسببه الفيروس أو البكتيريا. Number two, I had to write a 5-page article اللي رقم A. ليه يا اخواتنا؟ أنا لما بنلاقي A وبنلاقي فاصل ما بين الرقم والاسم أو الكلمة اللي بعديه نفتكر حاجة اسمها عبارة زمنية وصفية, أي أن الكلمة التي تلي الرقم أصبحت صفة والصفة لا تجمع. Number three, the harder you study, يعني كلما ذكرت بأكثر جدية, the higher marks you get, كلما حصلت على درجات أفضل. طبعا يا جماعة ليه the higher؟ لأن احنا عندنا قاعدة كلما
ناخد زامور، زامور او زاليس، زاليس او ذا صفه قصيره اي ار، ذا صفه قصيره اي ار. نمبر 4 اي ثينك هند ويل بي ا دكتور ان ذا فيوتشر، اعتقد ان هند ستكون طبيبه في المستقبل. طبعا ليه يا جماعه؟ لان ده تنبؤ بدون دليل مستخدم مع المستقبل البسيط التي يتكون من ويل زائد المصدر. نمبر 5 بليز سند مي ا تكست مسج تو نو ذا ليتست نيوز، طبعا يا جماعه بقول له من فضلك ارسل لي رساله نصيه لكي اعلم احدث الاخبار. ده رقم ايه؟ نمبر 6 حمدي was working with me all day، يعني حمدي كان يعمل معي طوال اليوم. So ولذلك you couldn't have met him، يعني لا يمكن تكون قابلته. نمبر 7 she hasn't said anything، يعني لم تقل شيئا. But grandma seems اللي رقم C to be annoyed. ليه خدنا seems يا جماعة؟ لأن لقيت صفة اللي هي annoyed، فالحالة دي عندها ويمن هناخد لما بلاقي صفة C. Number 8 she's never really good on will. كلمة get on will with يعني ينسجم مع، get on will with كمان مرة يعني ينسجم مع. Her sister she always quarrel. Quarrel يعني اتعارك. شوفوا مع بعض يا ولاد سؤال المحادثة. بيقول يا جماعة أحمد بيقول للسمير what a surprise، يا لها من دهشة. فسأله سؤال قال له، رد سمير قال له I arrived، أنا وصلت this morning. يبقى السؤال هيقول له إيه؟ متى وصلت؟ متى يعني when. طيب الفاعل اللي هو I هل بعديه فعل مساعد أو ناقص؟ طبعا لا. Arrived ده الفعل فين؟ في الماضي. يبقى نجيب إيه؟ نجيب did. يبقى when did I تحول إلى you. When did you الفعل في المصدر arrive. فسأله سؤال قال له I will be staying for a month، يعني هنستنى شهر. يبقى هيسأله يقول له ايه؟ ما طول المدة اللي هتمكسها. ما طول المدة يعني how long. وبعدين نعمل عملية المقص، I will تبقى will you، I will تبقى will you. وبعدين الفعل يا جماعة be staying، وهنا طبقنا قاعدة تكوين السؤال، أداة استفهام، فعل مساعد أو ناقص، فاعل فعل. فقال له I will be staying for a month. وبعدين سأله سؤال فرد عليه قال له we can visit منصورة ميوزيوم. فقال له ايه هنا؟ قال له what يعني ماذا تستطيع ان تزور، ما او ماذا يعني what، تمام. وبعدين يستطيع يعني can you visit. فقال له we can visit منصورة ميوزيوم but let's have lunch first، بس نتغدى الاول. فيقول له اوكي موافق. تعالوا مع بعض على سؤال القطعة reading comprehension. بيقول nearly a week passed يعني أسبوع مضى before a man was able to explain. explain يعني يشرح what happened to him. يبقى معنى كده أنه قضى أسبوع، قضى فين؟ هنعرف دلوقتي، على ما استطاع أن يشرح ما حدث له. one afternoon بعد الظهر he has set out. set out يعني يبدأ الرحلة from the coast من الساحل in a small boat يعني في قارب صغير and was caught in a storm ولكنه أصيب بعاصفة. toward this evening يعني على ما وصل المساء the boat struck a rock يعني اصطدم بصخرة and the man jumped into the sea وقفز الرجل في البحر. he tried حاول to swim يعوم to the shore للشاطئ. early next morning he saw a light ahead يعني رأى نور أمامه. he knew علم he was near the shore يعني بالقرب من الشاطئ because the light up the cliff towards the light he had seen. that was all he remembered هذا كل ما تذكره. when he woke up يعني عندما استيقظ the day later اليوم التالي he found himself يعني وجد نفسه in hospital في المستشفى surrounded by surrounded يعني محاط his friends أصدقائه. السؤال الأولاني يا جماعة بيقول how did the man set out from the coast يعني كيف، هنا بيسأل عن الوسيلة اللي أقلع بها أو اللي بدأ بها من الساحل. طبعا يا جماعة in a small boat. number 2 what was the cause يعني ما هو السبب of the accident يعني سبب الحادثة إيه يا جماعة. طبعا يعني المفروض ان احنا ناخده من اول كلمه storm يعني اول عاصفه لغايه ما نوصله ايه the boat struck a rock يعني اصطدم
بإيه؟ بصقرة، ده كان السبب المباشر. نمبر 3، why did the man know علم he was near the shore؟ طبعا يا جماعة because the light up the cliff towards the light he had seen. نمبر 4، the light الضوء was the first sign، sign يعني علامة of man's rescue يعني إنقاذ هذا الرجل. نمبر 5، the man found himself يعني وجد نفسه in a hospital في المستشفى after nearly a space of his village، طبعا يا جماعة a day of this voyage، voyage يعني رحلة ايه بحرية. الإسلامك سيليكشنز، نمبر 1، both كل من fasting الصيام and the holy Quran والقرآن will mediate اللي رقم بي يعني يشفع for the faithful المؤمنين on the day of resurrection في يوم البعث. Number 2، the overcrowdedness يعني شدة الازدحام reaches يعني يصل its highest يعني أعلى point on the طبعا 9th اللي رقم B of the الحجة on عرفات. طب يا جماعة طلاب الأدبي بيطلب منهم إن يكتبوا 8 سطور، أدي موضوع مثلا how to keep healthy، وإن شاء الله هنوفر لكم موضوعات تساعدكم بإذن الله. Translate with knowledge، knowledge يعني المعرفة، hard work العمل الجاد، and persistence يعني المثابرة، المثابرة، we can build a successful future يعني مستقبلا ناجحا for ourselves and our nation يعني أمتنا. يبقى بالمعرفة والعمل الجاد والمثابرة نستطيع أن نبني مستقبلا ناجحا لأنفسنا ولأمتنا. ليس مستحيلا على المرء أن يحقق طموحاته إذا ما تحلى بالصبر والإرادة القوية. طيب يا جماعة ليس مستحيلا، يبقى نقول it is not impossible for a man على الإنسان to achieve يعني يحقق his ambition يعني طموحه if he has patience لو عنده صبر and strong will يعني إرادة قوية. النموذج الرابع يا جماعة في منطقة الغربية القسم الأدبي برضو هنعمله إيه الأول؟ هنقرأ قبل ما نسمع المعلم. The text is about النص ده كتر عن إيه؟ The immune system ولا the heart ولا the brain ولا the leg. السؤال الثاني eating doing exercise enough sleep نوما كافيا help our immune system بيساعد نظام الجهاز المناعي. يا ترى يا جماعة sweets ولا vegetables ولا rice ولا sugar؟ نسمع بتركيز المعلم بقى. The human body contains some systems the function of the immune system is to fight diseases fighting diseases not only depends on the immune system but having a good lifestyle like eating fresh vegetables and fruits and doing exercises as well. يبقى نمبر 1 هتاخد A ونمبر 2 هتاخد B. السؤال اللي بعد كده يا جماعة the player was badly injured badly injured يعني أصيب بشكل سيء so he had to be taken to hospital. طبعا يا جماعة لو خدتوا بالكم كلمة was يبقى معنى كده سياق الجملة ماضي، وطالما ماضي يبقى ما عندناش اللي had to اللي هي اضطر إلى. نمبر 2 the Indian food is usually طبعا يا جماعة spicier than French food يعني أكثر تتبيلا من الطعام الفرنسي. نمبر 3 they are going to build a hospital يعني هيبنوا مستشفى in the city next year. نمبر 4 نهلة is supposed to طبعا supposed بيجي بعدها to وبالتالي هناخد وبعدين المصدر وبعدين هناخد رقم B اللي هي dinner today. نمبر 5 my uncle keeps يعني عمي بيربي livestock يعني ماشية on his farm such as يعني مثل sheep الخرفان and goats والماعز. نمبر 6 ASAP is an abbreviation abbreviation يعني اختصار of as soon as possible. نمبر 7 get together يعني يتقابل means to meet يتقابل with other people مع الناس الآخرون. نمبر 8 I haven't updated
يعني لم أحدث my online profile اللي هو الملف for ages، ملف التعريف الشخصي لفترة طويلة. شوفوا مع بعض يا جماعة سؤال المحادثة. supply the missing parts in the following dialogue. Do you have a computer at home؟ هل لديك كمبيوتر في المنزل؟ طبعا احنا عارفين ان اي فعل مساعدة وناقص في اول الجملة يكون معناه هل، ويجاب عنه ب yes او no. طبعا هنقول هنا yes ولا no، بيقول dad bought it last year، يعني ابي اشتراه لي العام الماضي، طبعا يبقى yes I do. فسأل قال is it connected to the internet، هل هو مرتبط بالانترنت؟ فقال له yes of course. What do you think of the internet، يعني ايه رأيك في الانترنت؟ عايز تعرف، هو قال له ايه؟ كمل. قال له why do you think، think يعني تعتقد، it's useful، مفيد. يبقى الإجابة I think it's useful، أعتقد أنه مفيدا. فقال له it's fun and helps me in my study، أنه يساعدني في دراستي. فقال له you are right، يعني أنت على صواب. قال له okay goodbye، اللي يقول لك goodbye تقول له goodbye، لأن التحيات ترد كما هي. تعالوا يا جماعة نشوف reading comprehension. when children، عند الأطفال، begin to learn، يعني يبدأون يتعلمون how to speak، speak يعني نتحدث، they first make different sounds، يعني أصوات. it seems that children، الأطفال، do the same with messaging، الرسائل. they use emojis rather than، يعني أفضل من proper words، للكلمات المناسبة، to communicate، communicate يعني يتواصل، what they want to say، يعني ما يقولون. But is this a good thing؟ هل هذا شيء جيدا؟ Yes. Young children، الأطفال الصغار، are learning، يتعلمون to communicate، يتواصلون. But using their own way، يعني باستخدام طريقتهم الخاصة. I am sure this will make them، يعني هذا سوف يجعلهم يشعرون، feel special، special يعني خاص. سؤال أولاني، what do children do؟ يعني ماذا يفعل الأطفال؟ when they begin to learn how to speak، عندما يبدأون تعلم التحدث. they first make different sounds. number two، is it a good thing، يعني شيئا جيدا، that children use emojis، طبعا yes it is. number three، how will children feel، يعني كيف سيشعر الأطفال، when they communicate، عندما يتواصلون، using their own way، طبعا يا جماعة this will make them feel special، يعني يشعرون بالخصوصية. the underlined word، يعني الكلمة التي تحتها خط، they refers to، بتشير لي طبعا رقم C children. number 5، children seem to do the same، يعني نفس، with messaging. طب Islamic selections يا جماعة، number 1، those who observe، ما معنى كلمة observe؟ يعني يراقب. fasting صيام، والانتر يدخل، بارادايز الجنة، ثرو خلال، طبعا ريان جيت اللي هي باب الريان. نمبر 2، بيلجريمج اللي هو الحج، ذا فيفث، فيفث يعني الخامس، بيلر اوف اسلام يعني الركن الخامس من اركان الاسلام. حبايبي سنة تانية ادبي هيكتبوا باراجراف مش أقل من 8 سطور. هنا مثلا بيقول لك an event، يعني حدث، that your family celebrates، اللي بيحتفل بيه أسرتك، with special food، طعام خاص. أنا إن شاء الله هنوفر لكم نماذج بإذن الله عز وجل تساعدكم بإذن الله. تعال نشوف الترانزليشن. you must work hard، work hard يعني يعمل بجد، if you want to pass، pass يعني يجتاز، your exams، امتحاناتك. يبقى عليك أن تعمل بجد إذا أردت أن تجتاز امتحاناتك. يفقد العالم ملايين الأشجار من الغابات المطيرة كل عام. يبقى the world loses millions of trees from the rainforests every year. ربنا يوفقكم وياخذ بيديكم إن شاء الله.